يا صباح الخير يا صباح النور، أهلا بكم معنا مشاهدينا اليوم في هذا العدد الجديد من برنامج أسيام تيلي أجا. أسيام تيلي أجا هو البرنامج التسويقي اللي يطلع لكم كل صباحة عبر قناتكم قناة البلاد. واليوم في هذا العدد تاع اليوم راهم متواجد معنا ممثل من شركة أسيام. أهلا بك فاتح، مسؤول كذلك عن محل بعين بنيان. صباح الخير وأهلا بك وشرفتنا بحضورك. شكرا الأخت هدى، الشكر أيضا للجمهور المشاهد. اهلا بك اهلا بك معنا. اذا فتح راهو رايح يكون معنا طيله هذا العدد تاع اليوم، لكن قبل ما نبدا ونوري لكم واش جبنا لكم لازم عليا نذكركم باهم شروط باش تقدروا تشريوا من شركه أسيام او من برنامج أسيام تيلي أجا للبيع بالتقسيط. وكذلك قلت لكم في العدد اللي فات ايضا جبت لكم كيفاش تقدروا تشريوا كاش، لكن اول حاجه راح نتكلموا عليها هي كيفاش تقدروا تشريوا بالتقسيط. اول حاجه نقدر نقول لكم انه هنا نقدر نوفر لكم اجهزه الكترومنزليه، كهرومنزليه، اثاث، هواتف نقاله، وكذلك اجهزه الكترونيه، وكذلك راهو عندنا في المحلات اواني. اول حاجه راح نتكلم عليها هي انكم كيفاش تقدروا تشوفوا واش عندنا، سواء نجيبوا لكم هنا في البرنامج اي في البلاطو هنا نقدروا نجيبوا لكم اجهزه، او تقدروا تدخلوا الموقع www.taqsit.dz او الاتصال للارقام اللي ظهرت لكم اسفل الشاشه، ولا تحبوا تنقلوا للمحلات اللي راهي متواجده عبر 58 ولايه، واحد منها راهو سيد فاتح راهو مسؤول عندها اللي راهي متواجده في عين البنيان. اذا مشاهدينا دوكايتيك نروح نفكركم في اهم الشروط. اول شرط انا حين نتكلموا عليه هو لازم تكون عندكم الكونطرا تاعكم سي دي، اي عقد عمل غير محدد المده تاعو مقتش تخلص، او نقدروا نقولوا يكون مرسم. ثاني شرط انا حين نتكلموا عليه هو لازم يكون عندكم الكونطرا تاعكم سي دي اي، هذا وين قلت لكم دوكا تاع سي دي، انا غلطت انا اللي غلطت واقيلا. نعاود نقول لكم ايضا على لو سالير ديالكم، لو سالير ديالكم راهو رايح يبدا من 2.5 ملايين حتى وطلع، ما عندناش حنايا ليميت ليها، لكن تقدروا تشريوا من 10 ملايين اجهزه حتى ل 70 مليون، انتوما وشحال حبيتوا وانتوما اسافوار لو سالير ديالكم. ثاني نقدر نقول لكم ماشي اصحاب ثاني تعقد اللي عندهم عقد عمل يعني ما عندوش المده تاعو محدوده، لكن نقول لكم انتوما اللي ديتوا لا روتريت، الناس اللي داو لا روتريت وراهم قاعدين في الدار وراهم حابين يشريوا ولا يعاودوا يجددوا الاتات ديالهم ولا يشريوا دي زيكتروميناجي، نقول لكم انه حنا رانا في الخدمه ديالكم ونقدروا نوفروا لكم هاد الاجهزه بالتقسيط. ثالث حاجه انا حين نتكلموا عليها هي العمر. نعم، إذا يجب أن نذكر بأن الفئة العمرية اللي تقدر تستفيد من خدمة البيع بالتقسيط هي التي تتراوح أعمارهم بين 19 سنة إلى غاية 70 سنة بالنسبة لآخر قسط. فوالا هذه هي، اذا العمر قلنا من 19 سنه حتى ل 70 سنه. اذا مشاهدينا يعني بالعموم هادو هما اهم الشروط اللي راهم رايحين يكونوا عندكم باش تقدروا تشريوا بالتقسيط من شركه أسيام. لكن نعاود نقول لكم انه شركه أسيام راهي جابت لكم موقع اخر اللي هو موقع فيانات، هو شريك ايضا قديم لشركه أسيام لكن جبناه لكم اليوم باش تقدروا تشريوا كاش. وهذا الموقع انا حين نوفر لكم فيه مشاهدينا عندكم دي ريدكسيون، راهم عندكم دي بروموسيون، وكش راح تلقاوهم في الخارج او يعني ماكو راح الاجهزه لاكو راح تلقاوها الاسعار تاعها ماكوش راح تلقاوهم في الخارج. والان لحقنا باش نروحوا نشوفوا واش جبنا لكم اليوم للشراء بالتقسيط او الكاش، نروحوا نشوفوا واش جبنا لكم اليوم. اذا مشاهدينا كيما عودناكم كيما العاده دائما نجيب لكم اجهزه اللي ان شاء الله تكون عند حسن ظنكم واش يكون خصكم. اليوم كيما راكم تشوفوا هنايا عندنا دي تيليفيزا اللي رانا نشوفوا لي ديمونسيون ديالهم راهي مختلفه، رانا نشوفوا هنايا كبيره رانا نشوفوا هنايا صغار، ورانا رايحين فاتح راهو رايح يمد لنا دي ديتاي كثر وكثر عليهم. اذا نبداو بلو تيليفيزا 32 بوس سمارت، فهمنا فيه اكثر واكثر. الوغ هنايا عندنا ان تيليفيزور من علامة تيليستار مزود بشاشة لاد فول اتش دي ليكيفالون تاع 1080 بيكسل، ايضا مزود ب 3 بور اتش دي امي، ايضا فيه لو ديمو انتيغري بالنسبة للناس اللي ما تحبش يعني الخيوط هذوك ما يحبوش الخيوط يتو تسمع فيه لداخل ديمو اسافا هو كيفاش يريكلي البارابول ديالو. فوالا الوغ عندنا تان لو بور يو اس بي،
يعني يقدر يقدر الشخص يحمل فيديو او شريط من شبكه الانترنت يحطه في الفلاش ديسك تاعه وراه رايح يتفرج عليه في في التلفاز. فوالا تما واش نقدروا نلقاو في البيسي نديروا فيه فلاش ديسك كيما نلقاوه في هذا التلفزيون تاع 32 بوص. نعاود نذكركم انه جوست فيه 32 بوص. فوالا زيت انا عنده تان تقنيه يعني سمارت، يعني هو تلفاز ذكي، هو يعني راه يواكب الجيل الجديد من اجهزه التلفاز. هذا سمارت يعني تقدر تنافيغي به على شبكه الانترنت. فيه يعني مختلف تطبيقات اللي تكون في الهاتف كاليوتيوب كنتفليكس وايضا لنافيغاتور، فيه ايضا فيسبوك، فيه ايضا سبوتيفاي، يعني راه رايح يوفر كاع المستلزمات والرغبات اللي راه رايح يعني يحوس عليهم الشخص في التلفاز. يعني هذا التلفزيون اللي انا نشوفه فيه نقدروا نحطوه في الشامبر لانه فيه كامل هالتجهيزات، كما ايضا سبق وقلنا لكم انه هاد التلفزيون صغار نقدروا نديروهم ايضا في الكويزين. لحقنا دوكا تيك شحال نشوفوا لو بري ديالهم. هاد لو بري تاع هاد تيليفيزور 32 بوص سمارت فيه هاد لي كاليتي اللي كان يهضر عليهم الان فاتح. هاد تيليفيزور يدير 3,50,000، لو كاش ديالو يدير 3,50,000. حنا رانا نشوفوا فيه انه فيه هنايا تخفيضات، يعني دوكا تاك واحد تسالوا انه لو بري تاعو هذا في برا ماكش راح تلقاوه هكا. اذا حنا سبيسيالمون لكم انتوما لي برنامج اسيام تيلي اشا درنا لكم هاد التخفيضات اللي تاع 32 بوص سمارت راه رايح يدير 3,50,000. لو بري تاعو كان اكثر من هكا، بما انك انت راك صاحب محل في عين بنيان، شحال كان لو بري تاعو قبل ما نجيبوه له؟ لو بري تاع لو 32 بوص سمارت كان يلحق حتى ل 42,000 دينار جزائري. يعني كومام درنا ان ايفور ودرنا اون ريديكسيون وين حبطنا لو بري تاع لو تيليفيزور هذا. فوالا يعني من 4 ملايين و 200 حتى ل 3,50,000 كومام رانا نشوفوها ريديكسيون كبيره ويعطيكم الصحه. اذا مشاهدينا نعاود نقول لكم انه هاد التيليفيزور تاع 32 بوص بلي كاليتي اللي راهم فيه راهو فيه تخفيضات الى غايه 3,50,000، يعني 30,000 دينار جزائري و 500. اذا ايضا عندنا ان تيليفيزور واحد اخر تاع 40 بوص. وشنو فيه؟ اسكو فيه لي ميم يعني واش فيه هدايا تاع 32 بوص فيه هذاك ولا فيه حاجات اكثر ولا لا ديفيرونس بيناتهم راهي جوست في الكبر والصغر؟ نعم طبعا هو بالفعل يعني بين 40 بوص و 32 بوص راهو زايد عليه غير في الحجم، وهذا يعني هذا راح يناسب زعما لي شومبر صغار، هذا راح يناسب يعني الغرف اللي يكونوا سباسيو اللي يكونوا كبار شويه عليهم. تقدر تحطوه تان في صالون اذا كان عندك صالون صغير. فوالا سان دوك نشوف روحي بعلاك نكون حفظت شويه. 40 بوست فيه ديمو انتيغري، فيه واش ثاني فيه سمارت نقدروا نكونيكتيو به، نقدروا نبارطاجيو به لي بوراج ديامي. فوالا واش ثاني فيه لي بوراج ديامي ثاني، فيه ان بور يو اس بي تان كي تحب زعما تيليشارجي ان فيديو وتحطو ان فيديو سيور انترنت وتحطو تحب تشوفو في التلفاز ديالك. وفيه تان كيما قلتي انت لو ديمو انتيغريت بلاصي ديرك الخيط ودير ان بالياج ديشان ويشوفو. فيه كيف كيف واش فيه تاع 32 بوص فيه فلو 40 بوص، يعني لا ديفيرونس بيناتهم فيها جوست في لا ديمونسيون ديالهم. هاد لو تيليفيزور تاع 40 بوص لا مارك تيلي ستار اللي جبناه لكم اليوم سمارت، ايضا لو بري تاعو راهو 4,400,000 لو بري تاع الكاش. 4,400,000 ليكم مشاهدينا كيما قلنا على الاول راهم فيهم يعني دي رومي سبيسيالمون ليكم انتوما لبرنامج اسيام تيلي اشا. ايضا نروحوا لواحد الاكبر منه شويه اللي فيه 43 بوص. ايضا اسكو تاني فيهم واش فيه تاع 32 بوص واش فيه 40 بوص واش فيه 43 بوص؟ لا ديفيرونس بيناتهم جوست لا ديمونسيون. لا ديمونسيون نعم، يعني بين 32 بوص و 43 بوص راهي يعني كاين كما نقولوا اختلاف في الحجم. هذا اختلاف في الحجم، نفس لي زوبسيون، نفس لا كاليتي ديماج، يعني نفس المميزات. على العموم نفس المميزات. نعاود نذكركم برك في الماركه هي تيلي ستار، لا ديفيرونس بيناتهم لي كاليتي اللي فيها 32 بوص واش فيها 40 بوص واش فيها 43 بوص، برك هذاك شويه اكبر منه في الحجم. السعر تاعو هو 5,200,000. 5,200,000 هو سعر تيليفيزور 43 بوص من نوع
تيلي ستار وايضا سمارت. اذا مشاهدينا هادو هما لي تيليفيزور اللي دوكا تقول لكم عليهم. دوكا نروحوا لحجم اكبر عليه هو 55 بوس. هنايا على ما اظن وعلى حسب ما نعرف انايا انه كاين حاجه ديفيرونس فيهم حاجه ديفيرونت عليهم ما بين تاع 55 بوس ما بين 55 بوس والاولاني. نعم بالفعل كان اختلاف يعني هو نقدر نلتمسه في الشاشه. الاختلاف هذا راح يرجع لا كاليتي ديماج ديالو اللي هي 4K. 4K واش نقصدوا بال 4K؟ كاين الاتش دي اللي هو معروف عند الناس اللي لا ريزوليسيون تاعو تبدا من 720 ميجا بيكسل. ال 4K فيه 2000 ميجا بيكسل يعني راهو اربع خطرات اتش دي. نعم هذا الميزه بالاضافه الى المميزات اللي نقدر نشوفوهم في لو تيليفيزور 32 بوس ولا 40 بوس ولا 43 بوس. نعم فوالا تما لا ديفيرونس اللي بيناتهم جوست في لا كاليتي ديماج اللي هي تزيد لا كاليتي ديماج ولينا 4K. نعم لوندرويد تاعو 9.0 كما الاخرين 3 بور اتش دي ام اي. عنده تان ميزه واحده اخرى اللي هذا فيه دو بور يو اس بي. هادو ما فيهم ان سول بور يو اس بي. هذا فيه دو بور يو اس بي فوالا. اذا مشاهدينا كما كان يقول لكم الان فتح هاد لو تيليفيزور تاع 55 بوس اللي كما كان يقولنا انه تختلف ما بينه وما بين الاجهزه الاولى في لا كاليتي ديماج ديالو. يعني كاليتي ديماج ديالو راهي رايحه تزيد لنا وكذلك يعني نشوفوه اكبر بكثير على الاولانيين اللي شفناهم. هاد لو تيليفيزور لي تيلي ستار ايضا راهو يدير 9,250,000 9,250,000 هو لو بري تاعو كاش من ماركت تيلي ستار اللي هو ايضا شريك لشركه اسي ام. اذا تيليفيزور 55 بوس سمارت قلنا بكاليتي ديماج عاليه بزاف على لي تيليفيزور اللي نعرفوهم وايضا نقدر نقولها انه احسن بكثير. لو بري تاعو هو 9,250,000 اي 92,000 دينار جزائري و500. ايضا يجدر الاشاره هنا اسمحي لي نعم. يجدر الاشاره بانه مام هذا تاع 58 بوس فيه ريدكسيون ايضا. انا نشوفوا هذا شحال لو بري تاعو كان. هذا كان لو بري تاعو يوصل حتى ل 10,900,000 فوالا راهي بريسك قريب 2,000,000 نعم. فوالا راهي عندكم ريدكسيون تاع 2,000,000 مشاهدينا يعني كومام كنقولوا 2,000,000 نعم يعني شركه فوالا. يعني شركه تيلي ستار كومام دارت مجهودات ودارت تخفيضات وهذا باش تساعد يعني الزبون وتشجعوا تان باش يقتني هاد الاجهزه هذوما اللي عندهم يعني سمعه شابه في السوق و فوالا. اذا مشاهدينا كما سبق وقلت لكم انه هذا لو تيليفيزور تاع 55 بوس اللي دار 9,250,000 وكان يدير بسعر كبير اللي قلنا قريب 11,000,000 لبرنامج اسي ام تيلي اشا شركه تيلي ستار اللي هي شريك لاسي ام. وبرنامج اسي ام تيلي اشا هو شركه اسي ام راهي دارت لكم اون غومي سبيسيالمون ليكم انتم متابعينا وخلاته لكم ب 9,250,000. والان دوكا نروحوا لجهاز اخر اكبر منه شويه. اذا بالنسبه للتلفاز تاع 58 بوس هذا اللي راه هنايا هو نفس يعني عنده نفس المميزات ونفس لا كاليتي ديماج كيما اللي سبقوا تاع 50 بوس. يعني الاختلاف فقط راه في الحجم وهذا لو بري تاعو مشاهدينا راهو دير 9,850,000. اذا ان تيليفيزور 58 بوس سمارت كيما سبق وقلنا عليهم الاولانيين لو بري تاعو راهو 9,850,000. برك نعاود نذكركم انه راهي فيها دي رومي سبيسيالمون ليكم انتوما. والان ننتقلوا الى هدايا الاكبر حجما اللي في 75 بوس. هدايا نورمالمون دوكا تكاني حنسرق لك شويه الهضره نورمالمون واش فيه لي تيليفيزور تاع 50 بوس و 58 بوس هو واش فيه نفس المميزات تاع 75 بوس. نفس الشيء الاختلاف فقط راهو في الحجم. ايضا هدايا السعر تاعو راهو 26,390,000 لو بري تاعو كاش 26,390,000 هو سعر هذا التلفزيون كبير راكم تشوفوه 75 بوس اللي لو بري تاعو راني قلت لكم دائما نعاود نقول لكم انه فيها اون سبيسيالمون ليكم انتم اللي كانت اكثر من هذا واليوم رجعناها لكم ب 26,390,000. اذا مشاهدينا هذو هما الاجهزه اللي جبناهم لكم الان باش تشريوهم باغ
كاش. الان دوكا كنوري لكم واش جبنا لكم فاسيليتي. هذه الاجهزه كامل اللي راكم تشوفوها تقدروا تشريوها فاسيليتي. اولا نعاود نذكركم انه هذا الاول تاع 32 بوس اللي تكلمنا عليه سمارت هو يقدروا ينحيوا لكم 163000 شهريا لمده 36 شهر. ايضا عندنا اللي فوقه 40 بوس راهو رايح يكون الخصم الشهري تاعكم 221000 شهريا لمده 36 شهر. ايضا ثالث جهاز اللي راهو موجود معنا هو 43 بوس ايضا من نوع سمارت راهو رايح يكون الخصم الشهري تاعكم هو 258000 شهريا لمده 36 شهر. ايضا عندنا تيليفيزور تاع 55 بوس اللي كيما سبقنا وتكلمنا عليه راهي رايحه تختلف لاكاليتي ديماج ديالهم راح تولي 4K لاكام تاع 4K يعني راح تكون اكثر واكثر. وايضا راهي يعني راهو اكبر منهم شويه. الخصم الشهري راهو رايح يكون 462000 شهريا لمده 36 شهر. ايضا عندنا 58 بوس راهو رايح يكون الخصم الشهري تاعكم هو 488000. وايضا اخيرا راهو عندنا هذا التلفزيون اكبر واحد فيهم لي 75 بوس راهو رايح يكون الخصم الشهري هو 1,170,000. هذه الاجهزه اللي تكلمنا عليهم اللي قلت لكم الاسعار تاعهم الكاش راهم فيهم دي روميز. وايضا جبناه لكم ايضا لي بالتقسيط باش تقدروا تشريوهم انتوما وحنا نسيو دائما كيفاش نسهلوا عليكم. ايضا حاجات نتوما ما فهمتوهاش ما لحقناها لكمش ما قدرتوش بالك تعرفوا شحال ما حنا نحيو ولا تخلطوا لكم تقدروا في اي وقت الاتصال للارقام اللي ظهرت لكم اسفل الشاشه او الدخول الى موقع www.taxit.dz. عفوا راكم رايحين تلقاو دي ديتاي اكثر واكثر. والان مشاهدينا راهو عندنا واحد اللي تنقل عندنا لشركه اسيام مشرى من شركه اسيام ودوكاتيك راهو حايب يقول لكم كيفاش كانت التجربه تاعو. دوك نروحو نستضيفوه هنايا ونروحو نشوفوه لكن نروحو جنجل ونعاودو نوليو. اذا مشاهدينا كما سبقت وقلت لكم اليوم راهو جانا ضيف. هذا الضيف اللي جاء وشرى من عندنا وتنقل الى احد محلات للبيع بالتقسيط لشركه اسيام وتنقل لتيلملي المحل تيلملي. اذا السيد بالقاسم اهلا بك معنا ومرحبا بك معنا وشرفتنا بحضورك. اهلا بك. احكي لنا كيفاش جاتك في بالك يعني تبعتنا عبر برنامج اسيام تيلي اشا ولا كنت تعرف ديجا الشركه او كيفاش رحت خدمتك؟ ليا الشرف بلي استقبلتوني هنايا وانا كي شفت في الفيسبوك هذيك تاع هذه رحت لتيلي من المكتب هذاك تاع وين يديروا استقبلوني مليح استقبال مليح معامله مليحه. دخلت دوموندو لي عطاوني ورقه تاع الوثائق المطلوبه وجدت الملف دفعت الملف 10 ايام ولا 8 ولا 10 ايام بعثوا لي عيطوا لي قالوا لي وين يجيبوا لك الادوات تاعك. بصحتك بصحتك. برك مشاهدينا باش نقول لكم انه الناس هاد يعني باش تقدروا تشريوا فاسيليتي ما قاستش غير الناس يعني اللي عندهم دخل شهري متسلسل ولا الناس اللي مازالهم يخدموا او هو ايضا السيد بالقاسم هو متقاعد قاعد يعني خلاص كمل خدمته وراه قاعد في داره وحب يشري. شنو هما الاجهزه اللي شريتهم انت؟ شريت تيليفي ماشين لافي كوندور وشريت فريجيدار بروند. بصحتك بصحتك. وثانيا تسمى ينحيوا لك بالتقسيط ينحيوا لك على حساب على حساب الصالير تاعك ماشي زعما يصرفوا. تسمى سافا ما نحاولكش بزاف لا 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 كي تخلصهم شهريا ماكش راح تحس لها ما تحسلهاش بيسكو هما ينحيوا لك على حساب لابي تاعك على حساب الاجرة تاعك ماشي ينحيوا لك زعما على حساب الاجرة تاعك تخلص كذا ينحيوا لك كذا تخلص ويهبطوا. يعني انت تقدر تقول انك قدرت تشري انت راك انسان متقاعد خدمت تقدر تقول انك كانوا خاصينك فريجيدار وكانت خاصتك ماشين لافي في دارك وشريتها بالتقسيط وما راكش تحس يعني باش ما تحسش خاصة إذا كان يعني لو سالير ديالك محدود نوعا ما. لا مام هما كي يكون كاش ما كثير ما نحاوليش قالوا لي ما نحاولكش حتى الشهر هذا ما يبداو ينحاولي. تخي بيان. كيما سبقت وقلت لكم مشاهدينا دائما ما نقدروا ما نحاولكمش من أول شهر دائما يبداو ينحاولكم أباغتيغ من دوزيام موا. إذا سيدي بصحتك
بالصحة ولهنا، إن شاء الله يتعمروا دارك بالخير ولهنا إن شاء الله، وإن شاء الله نكونوا مربوحين عليك. وبما أنك جيت وتنقلت معنا لقناة البلاد ودرت فينا الثقة وشريت من آسيام أو عبر برنامج آسيام تيلي أشان، اليوم شركة آسيام راهي قدمت لك هاد لي كادو اللي ان شاء الله راهم رايحين يعجبوك وينالوا اعجابك. اول هديه اللي هي جهاز يعني هاتف نقال اللي من نوع كوندور، ايضا راهو عندنا هنايا سيشوفو اللي زوجه بالك تستعملوا او بناتك او نعم بصحتك، وايضا راهو هنايا عندنا ماكينه صنع الفطائر. هاد الاجهزه ان شاء الله راهم رايحين يكونوا بالصحه ولهنا عليك، وهما هديه من برنامج اسيام وان شاء الله يكونوا يعجبوك ان شاء الله. ونشكركم على الهديه. بصحتك بالصحه ولهنا، يعطيك الصحه. ايضا لحقنا الى نهايه هاد العدد تاع اليوم مشاهدينا، وكملناها مع سي بالقاسم. ان شاء الله راهم رايحين يكونوا عجبوك لي برودوي ديالنا وعجبوك ايضا لي كادو ان شاء الله. بصحتك. بصحتك فتح، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، شرفتنا في هذا العدد تاع اليوم. شكرا، تقدر تقول لهم كلمة أخيرة للمشاهد؟ إذا شكرا للأخت هدى على الدعوة، شكرا أيضا نوجه للجمهور المشاهد على كرم المتابعة. يعني للاستفسار لإيداع طلبية يكفي فقط بالرقم اللي راهو يظهر أسفل الشاشة، وراهو رايح يرفد لكم الوكيل التجاري تاع الشركة، وراهو رايح يتكفل بكم. مرحبا بكم، الله يسلمك. او الدخول الى موقع www.taksit.dz باش تعرفوا ايضا واش رانا جبنا لكم اجهزه. اذا مشاهدينا لحقنا الى نهايه هذا العدد تاع اليوم، لكن بلا ما ننسى نقول لكم شكرا جزيلا للناس اللي دارت فينا ثقه واتصلت بنا وشرات من شركه اسيام او عبر برنامج اسيام تيلي اشام، وان شاء الله نكونوا دائما عند حسن ظنكم. نقول لكم مشاهدينا متابعه طيبه لبقيه برامج البلا تي في، واستنونا ان شاء الله في الاعداد القادمه، راح نجيب لكم بزاف دي سوربريز. سلام.